ضمن نشاطات اللجنة الثقافية في بيتنا الثقافي. حقيقة اليوم نستذكر فنان عازف التشيلو أدور المولى، الفنان عازف في الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية، وعازف في فرقة الفنان كاظم الساهر. يعتبر فنان أدور من الفنانين الرواد، عاصرت أكثر من 40 عام ودخل معهد فنون جميلة عام 74، وبرز من هو طالب ولحد الآن، ويعتبر من أفضل عازفي تشيلو بالآلة الشرقي لحد، وله دور كبير في تأسيس عدة فرق كان داخل العراق أو خارج العراق. احنا اليوم في بيتنا الثقافي وأمسية للفنان أدور المولى، أدور كاظم المولى، عازف التشيلو المعروف في العراق، وأدور من الفنانين المبدعين اللي له حضور في السيمفونية الوطنية العراقية بوصفها على أعضائها، ثم عمل مع أغلب المطربين العراقيين. كذلك أنا يعني من حسن حظي أن شاركني عندما كنت في مسرحية روميو وجولييت في بغداد اللي عرضناها في بريطانيا في ستراتفورد، كان هو أحد العازفين اللايف على المسرح معانا. يعني شيء جيد يعني الحقيقة أنه هذه النشاطات محفزة مشجعة، ممكن يعني أن تترك تأثيرات إيجابية، وبالتالي فعلا تلم الناس، توفر أجواء معينة، تغير الأجواء، تحسن المزاج، فهذا كله أعتقد أنا يعني يخدم المتلقي والمستمع والمواطن. اليوم عندنا الفنان القدير أدور المولى طبعا، و سمعنا طبعا الكثير من إبداعاته التلحينية الفنية الموسيقية، لأن هو يعزف على التشيلو مواصل من خلال السيمفونية الوطنية، وفنان قدير فعلا. يعني بعد ما سمعنا نقدر هاي الجهود، وهو فنان فعلا. يعني المفروض احنا الحكومة ووزارة الثقافة تقدر هذول الفنانين المبدعين عندنا العراقيين في كافة المجالات وبالأخص الفنية. احنا من هالزاوية نطلع يعني لهذه الحفلة باعتبارها يعني حفلة موسيقى ولعازف جيد، وفي نفس الوقت هي نأمل أن تكون حلقة أولى في سلسلة من النشاطات الثقافية اللي يشهدها بيتنا الثقافي، تشهدها هاي القاعة. إذن مشاهدينا ومتابعينا